نتعزى بالرب ونستمتع يملانا بركة وقولوا أمين. وفي كل يوم راح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين. نتعزى بالرب ونستمتع يملانا بركة وقولوا أمين. وفي كل يوم راح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين. نتعزى بالرب العمدة فالح راجل أصيل على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يقعد يرنم في الدوار. العمدة فالح راجل أصيل على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يقعد يرنم في الدوار. العمدة حلقة جديدة في دوار العمدة، دوار كل المرنمين. الرب النهاردة هيباركنا في حلقة مباركة بعنوان هو ينجي. وعايز أقول هو يقدر ينجي. رسالة خاصة النهاردة في دوار العمدة لكل نفس تعبانة، لكل نفس متضايقة، لكل نفس إبليس حاطط عليها من الهموم والمتاعب. الرب جاي النهاردة يقول ما تخافش، إلهك يقدر ينجيك. إلهك شديد، مكتوب لكونه شديد القدرة لا يفقد أحد من يده. نورنا النهاردة في الدوار حبيبي وصديقي العازف الجميل أخويا شنودة عادل. أهلا بيك رجل الله. أهلا بيك عمد، نورت الدوار يا غالي. منور بيك. هو ينجي، ويكلمنا الكتاب عن شخص عرف يختبر إزاي إلهه يقدر ينجيه، عرف يشوف إلهه وسط جب الأسود ويقف ويعلن الكلام ده، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. يكلمنا الرب في سفر دانيال ويقول الكلام ده في إصحاح 6، إن لما اختار الملك داريوس المادي دانيال لأنه كان شخص عظيم جدا رائع جدا، اختار هو و 120 واحد من المرازبة، واختار دانيال ومعه 2 من الوزراء تاني، ولأن دانيال كان متفوق عليهم حبوا يدوروا لدانيال على أي علة يدوروا له عليها فيها، يدوروا على أي حاجة يوجعوا بيها دانيال. ما لقيوش حاجة عند دانيال خالص إلا من جهة إلهه، وراحوا للملك وأصدروا منشور وقرار رسمي من الملك محدش يطلب أي طلب من إنسان أو إله لمدة 30 يوم. والملك مضى، وزي ما احنا عارفين إن شريعة مادي وفارس الكلام ما يتغيرش، الكلام ما يرجعش خلاص. لكن دانيال أول ما يعرف الكلام ده يعمل إيه؟ يخاف دانيال ويرجع يشك في إلهه. يكلمنا الكتاب ويقول الكلام ده في إصحاح 6 وعدد 10، يقول فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة إيه اللي حصل، ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة، فتح الشباك كمان. ممكن يقول لك انا كنت اصلي واقفل الشباك، لكن الكتاب يقول انه عمل نفس اللي كان بيعمله بالظبط، وكواه مفتوحه في علياته نحو اورشليم، فجسى على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام الهه كما كان يفعل قبل ذلك. يعني الكلام ما اثرش فيه، التهديدات ما اثرتش فيه، الظروف اللي حواليه والمنشور الرسمي اللي طلع واللي مضى عليه الملك داريوس المادي بنفسه ما يوقفش دانيال، ما يرجحش دانيال عن طريقه، ما يخوفوش. يقول كما كان يفعل قبل ذلك.
فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إلهه. جريوا على طول على الملك، هو أنت مش قلت؟ طب إلحق بقى، تعالى بقى ورينا هتعمل إيه في دانيال، هو أنت مش قلت؟ وكأن دانيال واقف بيقول لهم أنا معايا إله قدير، سند، إله عظيم يقدر ينجيني. أنتوا طلعتوا منشور، أنتوا واقفين ضدي، أنتوا بتدوروا لي علة، هو يعني إلهي اللي أنا بعبده ده اللي بيجي علة تدوروا لي عليها؟ طيب أنا هصلي، أنا هفتح القوة بتاعتي، أنا هفتح الشباك، أنا هصلي زي ما كنت بعمل بالظبط. لما يصير وجهك قدامي أنا برتاح. أنت بتمحي أي مشاكل، كل جراح، تبقى رفيق الليل، لو مشوار طويل تيجي تضمد مش بتخمد في أي فتيل، قلبك بيا رحيم طول الرحلة عظيم، بتقف جنبي مش بتسيبني، يا قدير يا كريم. لما الموجة بتعلى عليا، وكأن دانيال كان بيقول الترنيمة ديت، لما الموجة بتعلى عليا وأنا مكسور أنت معايا مش بتسيبني في لحظة أخور، بتشجع وتعيد ليا فرح ونشيد، وسط الهوجة ولو الموجة تعلى عليا تزيد، ابتساماتك نور فيها بعيش مسرور، ترفع نفسي وترفع يأسي وتروي الأرض البور. مبارك اسم الرب. لما يسير وجهك قدامي أنا برتاح، أنت بتمحي أي مشاكل كل جراح، لما يسير وجهك قدامي أنا برتاح، أنت بتمحي أي مشاكل كل جراح، تبقى رفيق الليل لو مشوار طويل، تيجي تضمد مش بتخمد في أي فتيل، قلبك بيا رحيم طول الرحلة عظيم، بتقف جنبي مش بتسيبني، يا قادر يا كريم. تبقى رفيق الليل لو مشوار طويل، تيجي تضمد مش بتخمد في أي فتيل، قلبك بيا رحيم طول الرحلة عظيم، بتوقف جنبي مش بتسيبني، يا قادر يا كريم، يا قادر يا كريم. لما الموجة بتعلى عليا وأنا مكسور، أنت معايا مش بتسيبني في لحظة أفور، لما الموجة بتعلى عليا وأنا مكسور، أنت معايا مش بتسيبني في لحظة أفور، بتشجع وتعيد ليا فرح ونشيد، وسط الهوجة ولو الموجة تعلى عليا تزيد، ابتساماتك نور فيها بعيش مسرور، ترفع نفسي وترفع يأسي وتروي الأرض البور، بتشجع وتعيد ليا فرح ونشيد، وسط الهوجة ولو الموجة تعلى عليا تزيد، ابتساماتك نور فيها بعيش مسرور، ترفع نفسي وترفع يأسي وتروي الأرض البور، تروي الأرض البور. حبك غير وسطر كل الماضي معاه، روحك اتحملني وذنبي كمان غطاه، حبك غير وسطر كل الماضي معاه، روحك اتحملني وذنبي كمان غطاه، مت عشان هناك قمت وقمت معاك، شلت الهم سفكت الدم بحبك نلت رضاك، كتبت العمر جديد فكتني من القيد، انا مديون لك انا راح اكلك بتخلتني سعيد، مت عشان هناك قمت وقمت معاك، شلت الهم سفكت الدم بحبك نلت رضاك، كتبت العمر جديد فكتني من القيد، انا مديون لك انا راح اكلك بتخلتني سعيد،
بك خلتني سعيد، بك خلتني سعيد. وقف دانيال يعلن ان ليه اله عظيم، حتى لو المنشور اتكتب ليه اله يعرف ينجيه، يعرف يقول مع كاتب المزمور ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي، عارف ان ليه اله قدير. والنهاردة الرب بيكلم ناس من خلال دوار العمدة، ناس خايفة من الظروف السياسية، ناس خايفة من الأمور الاقتصادية، ناس شايفة الأمور من صعب لأصعب ومن رديء لأردأ، ناس بتقول خلاص احنا هنترمي في جب الأسود زي دانيال. الأمور حوالينا مش بتبشر بالخير، لكن تقدر تسجد على رجليك زي ما كنت بتعمل، تقدر ترجع تفتح القوة من تاني، تعرف تثق في إلهك، تعرف وسط الظروف الصعبة تشهد وتعلن عن ذاك الإله العظيم. عزيزي المشاهد، تقدر تعلن النهاردة وفي وسط ظروفك الصعبة إن إلهك صالح، تقدر تخبر كل اللي حواليك وتقول إلهي صالح. تعرف تقول الكلام ده، كان دانيال قلبه مليان بالكلام ده، كان عارف ان الهه مش اله عجوز، مش اله كبر في السن، مش اله طلع على المعاش، لكن لكونه شديد القدرة، الهه عظيم، الهه جبار، الهه مقتدر معتز بالقدرة. عشان كده كان بيقول نفس الكلام اللي كان دايما بيقوله ايليا، حي هو الرب، حي هو الرب اله اللي انا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي انا عايش خدامه، لا انا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، ولا محتاج شيء من انسان، ده مكفيني سلامه. كم نفس ترفع ايديها معايا وتقول معايا الكلمات دي، تقول حي هو الرب قدام كل ظروف، حي هو الرب قدام كل معوقات، حي هو الرب قدام كل اعداء بشريين خفيين كانوا ام ظاهرين. أقف وأعلن وأقول مع دانيال أنا هصلي، أنا هقول حيا هو الرب، أنا هقول وأصلي مهما يحصل. أمين. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه، حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه، لأنا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، لأنا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، ولا محتاج شيء من إنسان، ده مكفيني سلامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه، حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه، ده أنا شايف آخر المشوار زي الفجر وجاي نهار، أنا شايف آخر المشوار زي الفجر وجاي نهار، ولحد الشر ما ينهار أنا هرفع أعلامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه، حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه، وأنا عاكف على المكتوب ضد الطيار المغلوب، أنا عاكف على المكتوب ضد الطيار المغلوب، بشهد ليسوع المحبوب وتشارك بألامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه، حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه، وأنا عارف إيماني بمين، ده القادر يحفظني أمين، أنا عارف إيماني بمين، ده القادر يحفظني أمين، جاي وهشوفه بكل يقين،
زي ما وعد في كلامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد المالك اللي أنا عايش قدامه. وأنا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود، أنا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود. ونقف هنا صف بنعود ونعلف أنغامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد المالك اللي أنا عايش قدامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد المالك اللي أنا عايش قدامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه. الملك كان بيحب دانيال جدا، لكن زي ما قلت لحضراتكم إن المنشور أو الفرمان الرسمي اللي كان بينزل من شريعة ماد وفارس كان صعب إنه الملك يرجع فيه أو صعب يتلغي. يقول الكتاب كده: وقالوا للملك: اعلم أيها الملك أن شريعة مادي وفارس هي أن كل نهي أو أمر يضع الملك لا يتغير. حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال: إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. الملك كان عارف إن دانيال مش بيعبد إله صنم، مش بيعبد إله صغير، لكن حب إنه من جوه قلبه يقول لو ده الإله الحقيقي هينجيه، لو هو بيعبد إله أي كلام يبقى فعلا الأسود اللي احنا مدربينها ومجوعينها وعاملينها مخصوص تكون عقاب، زي ما هنعرف بعد شوية إن الناس اللي اترمت في جب الأسود ما لحقتش تنزل، هيعرف ينجيه. جاب الملك دانيال ورماه في جب الأسود وحط حجر على فم الأتون وختم الحجر. لكن اللي يحصل ان الملك يروح ينام ما يجلوش نوم. حينئذ مضى الملك الى قصره وبات صائما ولم يؤتى قدامه بسرريه، وطار عنه نومه. كان بيحب دانيال وما يعرفش يرجع في الكلام اللي قاله، وعايز يشوف ايه اللي هيحصل والسيناريو اللي هيتم. هيروح يلاقي عظم دانيال الصبح ولا هيروح يعمل ايه؟ ولا ده الاله اللي هينجيه؟ بس هو كان عارف ان اله دانيال اله شديد وهينجيه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا الى جب الاسود. فلما اقترب الى الجب نادى دانيال بصوت اسيف، يعني صوت حزين وصوت فاقد الامل. اجاب دانيال وقال اجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال، يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قادر أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا أيها الملك، عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أنت أيضا أيها الملك. كان عايز يقول للملك: قل له إني مسنود وطمنه عليا، فايز على الحسود بنعمتك الغنية، قل له لا يمكن أسيبك ولا أمشي مع غيرك، اقبل سلام حبيبك اللي عايش في خيرك. يا جلالة الملك، إلهي اللي بعبده أرسل ملاك وسد أفواه الأسود، فيه أسود لكن فيه إله هو اللي خالق للأسود، في ظروف صعبة لكن في إله عظيم جدا، إله فوق الظروف، فوق المتاعب، فوق النيران، فوق الأتون. كم حد يعلن صوت النهاردة مع صوت دانيال وهو بيقولها بكل فخر: أنا ليا إله عظيم سد أفواه الأسود. كم حد النهاردة مسنود على الرب
كم حد النهارده يقول له انت حبيبي انا بختارك نصيبي، انت الاله العظيم، انت الاله الصالح، انت اللي تفوق القدره تفوق القوه، انت الاله القادر على كل شيء، مبارك اسمك. يلي بتسند القلوب تعالى واسند قلبي، سلم على المحبوب واسمح وصل له حبي. يا اللي بتسند القلوب تعالى واسند قلبي، سلم على المحبوب واسمح وصل له حبي. هو حبيبي وحده حبيبي، ده هو حبيبي وحده حبيبي، واخترته هو وحد نصيبي، واخترته هو وحد نصيبي. يلي بتسند القلوب تعالى واسند قلبي، سلم لعلى المحبوب واسمح وصل له حبي. يلي بتسند القلوب تعالى واسند قلبي، سلم لعلى المحبوب واسمح وصل له حبي. هو حبيبي وحده حبيبي، هو حبيبي وحده حبيبي، واخترته هو وحده نصيبي، واخترته هو وحده نصيبي. قل له إني مسنود وطمنه عليا، فايز على الحسود بنعمتك الغنية. قل له إني مسنود وطمنه عليا، فايز على الحسود بنعمتك الغنية. هو حبيبي وحده حبيبي، هو حبيبي يسوع وحده حبيبي، واخترته هو وحده نصيبي، واخترته هو وحده نصيبي. قل له عبدك بيحبك على جد ما يقدر، لكن مشتاق يحبك
يحبك اكتر واكتر، كل وعبدك بيحبك على جدي ما يقدر، لكن مشتاق يحبك يحبك اكتر واكتر. هو حبيبي يسوع وحده حبيبي، يلا نعلن مع بعض، هو حبيبي وحده حبيبي واخترته هو وحده نصيبي، واخترته هو وحده نصيبي. قلوا اني مستني والشوق في قلبي مالي، يا ريت تبعت وتقولي عالوقت اللي جاي فيه. قلوا اني مستني والشوق في قلبي مالي، يا ريت تبعت وتقولي عالوقت اللي جاي فيه. هو حبيبي يسوع وحده حبيبي، هو حبيبي وحده حبيبي واخترته هو وحده نصيبي، واخترته هو وحده نصيبي. هو حبيبي وحده نصيبي، أصل دانيال متكل على إله عظيم، إله بيتقال عنه مش حبر على ورق ولا تعبيرات إنشائية، لكن إله يعرف ينجي، إله يعرف ينقذ. قال أحد الخدام الرائعين، لو حبينا نتخيل كم أسد كان موجود في الأتون، لما نقرأ في الكتاب نعرف إنه هو كان دانيال ومعاه 2 وزراء تاني و120 من المرازبة، يعني عدد المتآمرين على دانيال كان 122 شخص. وعملوا دراسة لقيوا إن كل أسد لا يتعدى عدد الكيلوهات من اللحوم في الوجبة الواحدة 10 كيلو، واللي اترموا في جب الأسود مش الناس 122 بس، لكن هما والنساء والأولاد. لو افترضنا إن كل حد معاه مراته وابنه تضرب 120 في 3 فيديك 326 شخص، وكل شخص متوسط جسمه من 50 لـ70 كيلو، يعني هيتاكل على كام مرة؟ على الأقل مثلا 4 5 6 مرات. يعني هنلاقي ان الاسود اللي كانوا في الجب يتعدوا 2000 اسد. ده كلام اجتهادي ما اتذكرش في الكتاب، لكن بالنسبة وبالتناسب وبالعدد المشتكين على دانيال، الكلام اللي انا عايز اقوله ان حتى لو اعدائك كتروا عن 1000 فالهك العظيم يقدر يسد افواه الاسود. حتى لو اعدائك دول ما يتعدوش، حتى لو كتار جدا، حتى لو الأتون محمى زي الفتية، يعرف يجي ويعرف يتدخل. حتى لو الجب الأسود مليان أسود وجعانة، ويقول الكتاب كده إن لما رموا الناس دول في جب الأسود هم وأولادهم ونسائهم لم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم. كل اللي يشتكي عليك الله يسد افواه الاسود النهارده، كم حد يقول امين؟ كل اللي يقوم عليك،
كل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. يعينها الله عند إقبال الصبح، ما تقلقش لأن ليك إله قدير عظيم. الأسود جوعانة، ارسل ملاكك، خلي الملك يعرف إن أنا ابنك. تعال رنم معانا وانت بتقول أنا عايزك انت يا صاحب الجوات تشغل يمينك تعمل معجزات. إلهك يعرف يسد أفواه الأسود، إلهك يعرف يدخل في النار، إلهك عظيم جدا. هللويا. أنا تعودت طول عمري ما روحش لغيرك أشكيله، أنا تعودت طول عمري ما روحش لغيرك أشكيله، ده أنا في حضنك لقيت راحتي بفضفض فيه وبحكيله. ولو كانت همومي جبال، ولو كانت همومي جبال، وجوه في قلبي ألف سؤال بلمسة حب من إيدك تداوي بحزني وتشيله. وانا عايزك انت يا صاحب الجوات تشغل يمينك تعمل معجزات، وانا عايزك انت يا صاحب الجوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الاسود جوعانة ارسل ملكك، خلي الملك يعرف اني انا ابنك. الاسود جوعانة ارسل ملكك، خلي الملك يعرف اني انا ابنك. وانا عايزك ترنم معايا يا صاحب الجوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الآتون محمى انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني. الآتون محمى انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني. وانا عايزك انت يا صاحب الجوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب الجوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انت عارف ظروفي قبل انا ماشكيها، ومهما كانت صعبة هتقدر عليها. انت عارف ظروفي قبل انا ماشكيها، ومهما كانت صعبة هتقدر عليها. وانا عايزك
انت يا صاحب الجوات، تشغل يمينك تعمل معجزة. انا عايزك انت، انا عايزك انت يا صاحب، تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم ايدك، خليهم يقولوا اني مفيش زيك. الأطباء احتاروا وريهم ايدك، خليهم يقولوا اني مفيش زيك. وانا عايزك انت يا صاحب الجوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب الجوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب الجوات. داريوس المادي يشهد ويعلن ويقول روحوا لفوا في كل المملكة وقولوا ان مفيش اله زي اله دانيال الحي القيوم اللي يعرف ينجي كويس. عزيزي المشاهد، في نهاية حلقتي في دوار العمدة بقول لك، حتى لو الهك سمح ليك بنزولك في الاتون، حتى لو سمح انك تنزل في جب الاسود، الهك بيقدر يعلن من كل الظروف ويشهد عن مجده في حياتك بقوة. يخلي الملك يشهد بس مش ببلاش، لكن لما ينزل ويشوف قدام عينه ان الرب بيعرف ينجي ولاده. أسيب معاك رسالة قوية، صدق في إلهك، صدق انه يقدر، صدق انه قدير، صدق في ايده الصالحة ليك كل الأيام. بشجعك والرب معاك، وللقاء قريب ودوار العمدة. نتعزى بالرب ونستمتع، يملانا بركة وقولوا أمين. وفي كل يوم راح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين، نتعزى بالرب ونستمتع، يملانا بركة وقولوا أمين. وفي كل يوم راح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين، نتعزى بالرب ونستمتع، يملانا بركة وقولوا أمين. العمدة فالح راجل أصيل، على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد، يماتي يقعد يرنم في الدوار. العمدة فالح راجل أصيل.